السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنستكمل تدريبات بر الوالدين أكتب. السؤال الأول: احفظوا الكلمات الآتية منتبها إلى الحرف المشدد، ثم أعيد كتابة الكلمات. سنقوم بأخذ فكرة صغيرة عن الحرف المشدد، وهو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولصعوبة نطقهما تم دمج الحرفين في حرف واحد ووضع الشدة عليه. والشدة أنواع: شدة بالفتحة، وشدة بالضمة، وشدة بالكسرة. سنقوم بشرح مفصل لقاعدة الحرف المشدد في الحصة القادمة إن شاء الله. الكلمة الأولى: سلم. الكلمة الثانية: مر. الكلمة الثالثة: خبر. أضع الشدة والحركة المناسبة فوق الحرف الملون، ثم ألفظ الكلمات. ممرضة، شدة بالكسرة على حرف الراء. صحة، شدة بالفتحة على حرف الحاء. يغرد، شدة بالكسرة على حرف الراء. استخرج من درس القراءة ثلاث كلمات فيها حرف مشدد: إياه، أفن، الرحمة. صغاري، الرجاء الكتابة بخط جميل ومرتب، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ننتقل إلى مختارات من لغتنا العربية. قصة الخادم الذكي: أمر رجل خادمه يوما أن يذبح شاة ويشوي له أطيب ما فيها، فذبح شاة وجاءه بلسانها. في اليوم التالي أعطاه شاة أخرى وأمره أيضا بذبحها وأن يأتيه بأخبث ما فيها، فذبحها وجاءه بلسانها أيضا. أعجب الرجل وسأل خادمه عن ذلك، فقال الخادم: يا سيدي، لا شيء أطيب من اللسان إذا صدق، ولا شيء أخبث منه إذا كذب. نستنتج من هذه القصة أن في اللسان هلاك الإنسان، وفي اللسان ما فيه كلام جميل وصادق ويحبب الناس بنا هو الكلام الطيب وذكر الله سبحانه وتعالى. إذا دائما علينا أن نتعود بأن يكون لساننا جميل، لا ينطق إلا بالصدق وبذكر الله سبحانه وتعالى. انتهى درسنا اليوم، إلى اللقاء.